أكدت وزارة الخارجية متابعة القطاع القنصلي بالوزارة على مدار الساعة مع القنصليات العامة لمصر في ميلانو المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيجيفانو بمقاطعة بافيا الإيطالية. أوضحت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة في ميلانو تواصل اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة في أسرع وقت، مؤكدة مواصلة الوزارة المتابعة مع أفراد من عائلة المواطن المصري من المقيمين في إيطاليا ومع عائلته في مصر لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.